القراءة والتحليل من القاهرة. أرحب بالأستاذة نرمين سعيدة الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تحية لك أستاذة نرمين. مما لا شك فيه أن هناك أصداء كبيرة لإعلان الخارجية المصرية اليوم اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. أسأل بداية برأيك، ما الذي دفع مصر إلى هذا القرار؟ يعني بداية تحياتي لحضرتك ولمشاهدين القاهرة الإخبارية. يعني نقدر نقول إن دفع القاهرة لهذا القرار هو الممارسات الإسرائيلية التي تزيد عن حدها يوما بعد يوم، وأن كل التحذيرات التي أطلقتها مصر على مدار أشهر، ربما يعني من أشهر، وكانت إسرائيل تروح بها عملية في رفح، ومصر منذ ذلك الوقت وهي تحذر من هذه العملية وتشير إلى التكلفة الإنسانية التي ستنجم عنها. وحتى الأيام الأخيرة كثفت القاهرة من هذه التحذيرات وأبلغت الولايات المتحدة وأبلغت كافة الأطراف بمعاناة يعني المدنيين داخل قطاع غزة وداخل رفح الفلسطينية جراء الممارسات الإسرائيلية. وبالتالي إصرار إسرائيل أو التعنت إسرائيل في تكبيد يعني الفلسطينيين المزيد من الخسائر، ومؤخرا يعني تحاول أن توظف الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين، دفع بالقاهرة إلى يعني الدخول مع جنوب أفريقيا في الدعوة التي تنظر أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتوقع يعني إسرائيل أنها ربما تصدر قرارا بوقف إطلاق النار. مع ذلك أعتقد أستاذ نرمين أن القاهرة ما زالت أيضا موجودة ومستمرة في محاولة يعني حتى الرمق الأخير إيجاد حل والتوصل إلى اتفاق حتى مع وصول الأمور إلى هذه الدرجة. دور الوساطة المصرية ما زال قائما حتى في هذه الظروف الصعبة. زي ما حضرتك أشرت، يعني هي محورية الدور المصري جاية من أنه مصر يعني تسير دائما في كافة المسارات وكافة السبل وتطرق كافة الأبواب. يعني مصر تحركت على المسار الإنساني وعلى مسار الوساطة والمفاوضات، قربت وجهات النظر بين حركة حماس وبين إسرائيل، أبلغت الولايات المتحدة بكل يعني مصادر القلق، سواء بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة أو بالنسبة للتهديدات المتعلقة بالأمن القومي. يعني الانضمام اليوم لدعوة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، يعني أنا أعتقد أهميتها، أو هي حتى أثارت يعني ردود فعل في الجانب الإسرائيلي، لأن يعني مصر دولة كبرى في الإقليم وفي المنطقة. مصر تربطها بإسرائيل يعني اتفاقية سلام، ومن ثم يعني القاهرة تؤكد اليوم على أن وجود اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل لن يمنعها من أن يعني تقر بارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية، وبأن تتحرك في المسارات الدبلوماسية والمسارات القانونية ضد هذا الكيان الاحتلالي. من ناحية أخرى، يعني خصوصية هذه الخطوة المصرية تأتي من أن مصر يعني دولة لم تعاني من مسألة يعني الفصل العنصري كما عانت جنوب أفريقيا. يعني دايما الحدث يجب أن يفهم في سياقه التاريخي. دولة جنوب أفريقيا هي عانت من مسألة الفصل العنصري، وبالتالي هي تتفهم جيدا ما يعاني منه الفلسطينيون من العنصرية الصهيونية. أما القاهرة حينما تتحرك، هي تتحرك من منطلقات إنسانية، من منطلقات قومية وعروبية، ومن إيمانها بأحقية الفلسطينيين في إعلان دولتهم وفي تقرير مصيرهم. هذا صحيح، وربما يعني ما يؤكد كلام حضرتك أستاذة نرمين بيان الخارجية المصرية، لأنها أشارت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة الاعتداءات الإسرائيلية، تحدثت عن الإمعان في مسألة اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وما إلى آخره. لكن أيضا لابد من الإشارة إلى أن مصر تتحدث بمفهوم ولغة الأمن القومي المصري، لأنه الأمن القومي المصري أيضا خط أحمر على ما أظن وواضح للجميع، أنه يعني مصر من منطلقات كثيرة تتحرك. بالضبط زي ما حضرتك أشرت، يعني لكن خلينا متفقين أن مصر بأي حال من الأحوال ليست عاجزة عن حماية أمنها القومي في أي لحظة من اللحظات، ولذلك تبعث بهذه الرسائل. بالضبط، ويعني وأنا أتصور أيضا أن يعني الهاجس الإنساني لدى القاهرة يعني هو يعني قد بلغ مراحل قصوى الآن، لأنه يعني القطاع يعني لا نبالغ إذا ما قلنا أنه مغلق. يعني المعابر مغلقة، تتحكم فيها دولة الاحتلال من الجانب الفلسطيني، لا دخول لأي مساعدات، 600 ألف طفل فلسطيني ليس لهم مأوى، ليس هناك مناطق آمنة يلجؤون إليها، المستشفيات خرجت عن نطاق الخدمة، لا يوجد وقود يدخل إلى القطاع،
وبالتالي يعني المسائل الإنسانية متفاقمة للغاية. المشكلة هنا أن يعني إسرائيل تريد أن تتحرك كيفما شاءت في رفح، مع تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة لم تضع خطا أحمرا لإسرائيل في رفح، وتريد يعني أن تحمل الفاتورة لغيرها، تريد أن تحمل الفاتورة الإنسانية لمصر. فمصر اليوم عندما تتحرك وتصر على أنها لم تنسق مع إسرائيل فيما يتعلق بالمعبر، وتطالب الولايات المتحدة بالضغط على تل أبيب لفتح معبر رفح لأنها تريد يعني أن تكشف أمام المجتمع الدولي الممارسات الإسرائيلية، وأن إسرائيل عليها أن تدفع هذه الفاتورة الإنسانية الباهظة التي أصرت في البداية على أن يعني تثرها، وعلى أن تدخل شرق مدينة رفح، وأن تتحرك الآن في عملية يبدو أنها مرحلية وستتوسع قريبا لتشمل مناطق أخرى داخل رفح، مع عدم وجود خط أحمر، ومع أن الولايات المتحدة يعني بدأ في الآونة الأخيرة أنها ترفض التحركات الإسرائيلية فقط عندما تكون ليست على الأرض، ولكن بمجرد أن تتحول التلويحات الإسرائيلية أو التهديدات الإسرائيلية لخطوات على الأرض فإن الولايات المتحدة تدعمها بكل الصبر. طيب.